يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى بغير تمقره. يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل. يا من يرى ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقره. يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل. ويرى ويسمع حسها هو دونها في قاع بحر مظلم متهول. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. كفى
تخرج من دنيا الورى بالحسب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يا عربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلبي